تعقد عدد من اللجان البرلمانية اجتماعها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تستكمل لجنة تنمية الموارد البشرية مناقشة دراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل. وتناقش لجنة حقوق الإنسان مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وتجتمع لجنة العرائض والشكاوى لدراسة عدد من الشكاوى.